ليد البحيح. لا طيب خلونا نعلن عن تاج البزنس. من يا ترى؟ هل من الستة الماثلين أمامكم؟ نقول مبروك للي حصل على كم نقطة يا شباب؟ 4000 نقطة زايد حصانة. هل هو خلف القحطاني؟ هل هو ضاري؟ هل هو العويسي؟ هل هو خالد سالي أو بسراج محمد؟ من يا ترى؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الدقيقة التالية. أو محمد بن ناصر. محمد انت على راس كريشه، انطق هنا جعلبك في الجنه، نطق الله يذكرك يا حبني. طيب يلا خلونا نعلن. ممكن ابو ناصر حبيبنا الف مبروك اللي حصل، مبروك لك يا تاج البزنس. هو اسامه بن عوضه. يلا بمعنى بيض الله وجهك. شكرا. تخيل العود. مبروك لو شيء. الله يطول عمرك وانت تستاهل اسامه. جالك الحياه ما شاء الله تبارك الله. الرقم الاول تاج البزنس. مش حاب تقول اسامه يعني راح توصل الثلاث، انا اقول كامل الان الثلاث النجوم في برنامج وفي نسخه البزنس لهذا. الله يطول عمرك يا ابو تركي. وشهاده اعتز بها والله صادق. الله يبيض وجه من صوت لسامه وجعلني والله ما عدمهم لا ربع ولا اخوان ولا عيال عم. ونوم الله عيني جعلني والله ما عدمكم. سعد والله من انتو من انتو حزاق. والله انا معي محرك والله العن محرك. ارفع عليكم الراية. اما الان حتى لحظة، اما الان مشاهدينا الكرام تحسون احنا ما خلصنا. بتركي شلونك بتركي؟ طب تخيل عود يسلم عليك يقول عاطف بتركي على هدية. عدم عدم طج عدم طج مع تخيل. مشاهدينا الكرام الستة اللي دخلوا مرحلة خطر.